في البداية طبعا يعني أكيد هنتكلم مع حضرتك عن كل تفاصيل هذه البطولة وعن حصاد أبطالنا. طبعا البطولة انطلقت بالأمس، فأول يوم أكيد نتج عنه حصاد ما لأبطالنا. بس قبل منها بعد إذن حضرتك عايزين نتكلم شوية عن فكرة إن في آخر كام سنة كان كلنا لمسنا وشاهدنا والعالم كله شاهد هذا الأمر، إن حصلت طفرة إنشائية رياضية في مصر نتج عنها ان مصر استضافت في اخر كذا سنه بطولات وفعاليات عالميه بالمعنى الحرفي للكلمه، حسن الاستضافه ونالت استحسان كل اللي شاركوا فيها وحتى الصحافه العالميه. فالى اي درجه هذا الامر طيب انعكس بالايجاب على شغل الاتحادات الدوليه؟ اكيد انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اولا احنا كاتحاد دراجات كنا بنلعب لعبه واحده، يعني برانش واحد في الدراجات اللي هو سباقات الطريق، لان سباقات الطريق دي مفتوحه وما بتستخدمش، ما لهاش منشاه بتاعتها الطريق. فكنا بنلعب، لكن احنا عندنا 11 برانش، 11 فرع في رياض دراجات. فابتدينا يعني خلال سنه، خلال احنا لا احنا السنوات اللي فاتت كلها كنا طريق، لكن السنه اللي فاتت انتهى حلم من احلامنا احنا ان ينتهي بناء، لانه بقاله فتره بيتبني، قعد سنوات طويله لكن ينتهي انشاء اكبر مضمار موجود في الشرق الاوسط في المنطقه العربيه في افريقيا. فين مكانه يا فندم؟ في الاستاد. في الاستاد. الاستاد ما هتلاقي في الاستاد على طول وانت داخل باب الاستاد مكتوب مضمار القاهره للدراجات. تمام. فده طبعا في كل المواصفات العالميه، عشان كده بقى هو محور البطولات في هذه المنطقه، سواء على مستوى افريقيا سواء على مستوى المنطقه العربيه. يمكن حضراتكم برضو يعني كنت معاكم في كنا بنتكلم على بطولة العالم للناشئين اللي من عملناها فترة سبتمبر اللي فات، وكانت أكبر بطولة، يمكن رغم إن احنا أول مرة لكن كانت أكبر بطولة عالم. أيوة. للناشئين اتعملت على مستوى العالم وأشاد بيها رئيس الاتحاد الدولي ديفيد لابارتيان، كانت حاجة جميلة يعني. فإذا المنشأة زي ما تقول إن المنشآت الجديدة أكيد عملت طفرة رياضية بالذات عندنا احنا ثلاث درجات. وزي ما قلت قبل كده عندك انت سباقات طريق فيها ثلاث ميداليات، انما سباقات المضمار دي فيها 22 ميداليه. فاحنا الحمد لله مستوانا بتحسن جدا جدا، بدليل ان احنا يعني مصر هي الاول على العرب بلا يعني منافس دلوقتي. في افريقيا برضو كذلك منافسه كبيره قوي، لكن احنا برضو متصدرين الحمد لله افريقيا في المضمار. تعالى زي ما انت قلت امبارح كان في يعني زخم كبير قوي، كان اول يوم كان حوالي 10 مسابقات قويه جدا جدا، كان في تنافس شديد بين ثلاث دول على الاقل، كانوا هم مصر والجزائر والامارات. الامارات عندها برضو مضمار، بني مضمار بس طبعا مش نفس المستوى بتاع المضمار بتاعنا، لكن عندها مضمار وعندها اللعيبه بتتدرب، فالتنافس كان قوي جدا جدا. لكن اللي يسعدك يعني ويسعدنا كلنا ان احنا يعني مصر في العشر سباقات هي واخده 9 ميداليات ذهب، يعني 9 من العشره. حلو جدا. يعني والتسعه ذهب. 9 ذهب ده بالاضافه الى يعني في سيطره مصريه الحمد لله. زائد كمان واخدين حوالي 4 أو 5 ميداليات فضه وميداليتين برونز في نفس الوقت، يعني ممكن يبقى اللاعب الاول هو مصري اللي واخد الذهب والثاني برضه الفضه هو مصري. فبالتالي كان في يعني امبارح قعدنا حتى كنا فرحانين، كل الناس كانت فرحانه ان النشيد الوطني المصري يعني 9 مرات اكتر من 9 مرات 9 مرات. حلو. هو الاعمار بتبقى ايه برضه يا دكتور؟ والله الكاس العرب ده زي ما حضرتك قلتي هو اول مره الكاس الاول، يعني احنا طبعا عشان ننمي اللعبه لازم نزود المسابقات ونعمل مناسبات كبيره. فانشانا كاتحاد عربي انشانا دي بطوله جديده واول مره تعمل واتعملت في مصر. الاعمار مختلفه، يعني هو السباقات اللي اتعملت للكبار وللناشئين وللسيدات وللرجال، عشان كده عددهم كبير يعني.